وصلاة وسلاما على نبيه الأمين، وبعد. معنا شبهة اليوم أو سؤال يسأله زكريا الكذاب والمنصر اللي جه قال لي آمن بالمسيحية واترك الإسلام، وقال لي اختار، فقلت له نعم، عشان اختار لابد أدرس الكتابين، أدرس الكتاب المسيحية وأدرس كتاب الإسلام اللي هو القرآن ثم أقرر. فدرست المسيحية في الكتاب المقدس، الكتاب ده، ودرست الإسلام، ودرست الإسلام عن طريق القرآن، فلذلك آمنت بالإسلام ورفضت وتركت المسيحية. كان شبهة هذا المنصر إنه قال لي ازاي الرب عندكم يا محمد بيحمد نفسه؟ قلت له فين؟ ايه الدليل يعني؟ قال لي في الفاتحة. مش ربكم بيقول في الفاتحة الحمد لله رب العالمين؟ قلت بداية كلام جيد، هتتكلم بدليل، لكن لما قلت حياك الله يا فارس، لما قلت انك بتقول ان الرب في الاسلام بيحمد نفسه، فأتنا بالدليل على ان الله يحمد نفسه. قال لي في القرآن بتقوله في اول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فده بيقول ان كده الاله بيحمد نفسه. قلنا الرد على الشبهة دي في عدة نقاط، بس أهم حاجة يا منصر اعرف إن الرب عندك أنت اللي بيحمد نفسه وبيصلي لنفسه وبيدعو نفسه وبيقول لنفسه يا أنا يا أنا لماذا تركت أنا، وبيكلم نفسه. الله، في منصر أنا ناقشته قلت له الإله عندك كان بيكلم مين لما كان بيقول إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم؟ قال لي كان بيكلم نفسه. طبعا احنا عارفين ان اللي يكلم نفسه ده مش عايزين نقول، اللي بيكلم نفسه بيبقى. قالوا نرجع ونشوف في مسألة الحمد لله رب العالمين، هل الإله بيحمد نفسه أم ماذا؟ في حديث في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، حمدني عبدي. يبقى معنى الحمد لله رب العالمين أن يعلمنا الرب سبحانه أن نقول قولوا الحمد لله رب العالمين. يعني الله بيعلمنا سبحانه إزاي نصلي له، فكأنه يقول لنا قولوا الحمد لله رب العالمين، ويكون المعنى قل يا محمد وعلم أمتك الحمد لله رب العالمين على ما أنعم عليكم من نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى. تمام؟ ده المعنى الإيه؟ المعنى الأول، أي أن الله سبحانه يعلمنا أن نحمده وكيف نحمده. ليه؟ لأننا لا نحصي ثناء عليه. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله جميعا. لا نحصي ثناء عليه، كما جاءت في الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. تمام؟ المعنى الثاني جاء في تفسير القرطبي، ومعناه الحمد لله رب العالمين أي سبق الحمد مني
لنفسي أن يحمدني أحد من العالمين، وحمدي لنفسي في الأزل لم يكن بعلة وإنما لإنعامه علينا، يعني لإنعامه علينا. وقيل لما علم سبحانه عجز عباده عن حمده حمد نفسه بنفسه في الأزل. ألا ترى أن سيد المرسلين نبي محمد يعني قال يا رب سبحانه لا أحصي ثناء عليك، وهذا كلام قرطبي بنص. يبقى الحمد لله رب العالمين كما جاء في حديث مسلم حمدني احمدني يعني، فيقول الرب عبدي أي قول الحمد لله رب العالمين. هنا سؤال للمسيحي النصراني، يقول لك انتوا يا مسلمين عندكم رب بيحمد نفسه، انت عندك الرب بيصلي لنفسه وبيكلم نفسه وبيدعو نفسه وبيعبد نفسه وبيرجو نفسه، فما هذا؟ ثواني انا عايز اخ، كنت للاسف نسيت اخ اللي هينزل النصوص استعمل له اشاره. إن الدليل على كده؟ أما في المعذرة لحظة أما في إنجيل لوقا إصحاح 23 عدد 34، لوقا سأنا أجيب الأخ بس اللي بينزل النصوص إن شاء الله تأخرنا عليه بقى للأسف. إنجيل لوقا إصحاح 43 العدد 23 العدد 34 بيقول زي ما أنتوا هتشوفوا حالا على التكست. بسم الله، أحسنت يا أحسنت يا محسن. فقال يسوع يا أبتاه اغفر لهم فإنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. السؤال هنا كان الرب عندهم بيكلم مين؟ الرب بتاع الكنيسة كان بيكلم مين؟ عارف كان بيكلم مين؟ والله باعتراف شماس مسيحي كان داخل يناظرني بيقول كان بيكلم نفسه. بقول له الرب عندك كان بيكلم مين؟ قال لي كان بيكلم نفسه. قلت له كان بيصلي لمين؟ قال لي كان بيصلي لنفسه. طب ده ايه؟ طيب شوفوا حاجة تانية، وده انا عملت فيه بث النهاردة او اللي كنت عامل فيه البث، لسه الصورة موجودة اهي. بسم الله، الصورة اهي شوفوا كده يا شباب، الصورة دي واضحة عندكم؟ شوف كده، ده الإله عند الكنيسة، الآب الإب الروح القدس عندهم التلاتة دول واحد، عندهم التلاتة دول واحد اهي اهو الصوره كده واضحه اكتر. الان الراجل العجوز اللي على اليمين ده، الابن الشاب اللي على الشمال، الروح القدس الحمامه اللي فوقيهم دول، تخيل الثلاثه دول عندهم اله واحد. كان الابن اللي على اليمين الصغير ده بيكلم الراجل الكبير العجوز ويقول له يا ابتاه اغفر لهم فانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. المشكله ان النصارى بيعتقدوا ان كده الاله كان بيكلم نفسه، الاله كان بيكلم نفسه. في حاجه تانية في انجيل لحظه، بسم الله نزل ولا لا؟ ان شاء الله نزل. في انجيل لوقا اصحاح 11 عدد 1،
وإذ كان يصلي في موضع لما فرغ قال واحدا من تلاميذه: يا رب علمنا كيف نصلي، علمنا كيف نصلي. كان بيصلي لمين بقى الرب عندهم؟ رب الكنيسة كان بيصلي لمين؟ أتاري كان بيصلي لنفسه. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله جميعا. أتاري كان بيصلي لنفسه، تمام؟ لحظة عشان أخنا، يلا خير إن شاء الله. بإذن الله هنبتدي ناخد الكذب النصارى والكذب على الإسلام، شبهة شبهة كده، من أول الفاتحة، البقرة، النساء، آل عمران وما إلى ذلك. حد أي مسألة أو أي شبهة في الأمر ده هنبتدي نفندها بإذن رب العالمين. دعواتكم بس لينا ونرد عليهم بما يعتقدوهم. فالحمد لله أي ثناء على الله سبحانه. طيب، من الحامد هنا؟ الرب سبحانه يعلم عباده ويعلم المسلمين أن يقولوا الحمد لله رب العالمين. الدليل على ذلك حديث مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. يبقى الحمد هنا أي أمرنا الله سبحانه أن نحمده، كأن الله يقول لنا أو يقول للنبي: يا محمد قل لأمتك أن تقول الحمد لله رب العالمين. أما رب الكنيسة فبيحمد نفسه، بيصلي لنفسه، بيكلم نفسه لما قال إيه: أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. كان هيصعد لمين؟ كان هيصعد لنفسه. إزاي هيصعد لنفسه؟ شوفوا كده، دي صورة برضو للإله عند النصارى، التالوت. معرفش الصورة كده هتوضح ولا لأ. بسم الله، عندي الإضاءة تعبانة شوية والكاميرا تعبانة كمان. كده ممكن توضح شوية. الآب العجوز اللي على اليمين، الابن اللي على الشمال، الحمامة اللي فوق، دي الروح القدس عندهم. في عندك صورة تانية ممكن تكون أوضح منهم كلهم. وهذا إن دل فإنما يدل على أن هؤلاء القوم يعبدون ثلاث واحدا. شوفوا كده كمان، كده دي واضحة شوية. اللي على الشمال ده الابن اللي هو عندهم يسوع المصلوب اللي مات على الصليب. اللي على اليمين ده إله عندهم خلق السماوات والأرض اللي هم بيقولوا عنه الآب. بص اللي فوق ده، في فوق كده حمامة، فوقيهم كده تلاقي حمامة. مين الحمامة دي بقى؟ دي الروح القدس عندهم. التلاتة دول إله واحد عندهم، يعني بيعبدوا التلاتة دول، بيعبدوا اللي على اليمين وبيعبدوا اللي على الشمال وبيعبدوا اللي فوق. والمشكلة الكبرى إن بيقول لك هؤلاء التلاتة إله واحد. المشكلة إنهم يقولوا لك في الآخر إحنا موحدين، إحنا بنعبد إله واحد. لا والله، لا يعبدون إله واحد، بل يعبدون ثلاثة آلهة مختلفة في الشكل، مختلفة في العمل، مختلفة في الاسم. طب انت عايز ايه بعد كده؟ عايز ايه بعد كده؟ تمام؟